الحوثة قالوا إن المجلس الانتعالي اعتدوا على لجنة وساطة تبعهم كانت منسقة معهم في الضالع على فتح طريق صنعاء عدن من خلال الضالع ودمت ومرس. شفتوا على نكتة ما الانتقال؟ احنا عارفين ايش موقفه من فتح الطرقات. عندما اعلن العرادة فتح الطريق طريق صنعاء نهن مأرب، وعندما اعلنت السلطة بتعز فتح الطرقات الرئيسية والحوثي رفض في تعز ومأرب. احنا نعرف ايش موقف الامارات وموقف الانتقالي من فتح الطرقات، اعتبروها تخادم اخوانجي مع الحوثيين وتقارب حوثي اخوانجي وسفه الاخوان، والاعلام الاماراتي كله اشتغل على هذا الموضوع. فايش الذي جرى فجأة؟ انه يتفقوا مع الحوثي على فتح طريق بالضالع. انا اقول لكم ايش الذي يعني حاصل بالضبط تحليليا. احنا نعلم ان التحالف دائما السعودي الاماراتي واحذيته من الذين هم ضد الشرعية وضد وزارة الدفاع والجيش الوطني وضد نفس الدولة، تعودنا انهم دائما ينقذوا الحوثي ويبيضوا جرائمه ويجعلوها الافضل يمنيا باي طريقة. فالحوثي قد كان مفضوح بسبب مبادرة العرادة فتح طريق صنعاء نهن مأرب، واصبحوا انصاره يروا بانه دجال كذاب، مهما حاول يبرر يقول معانا اسراء، معانا مختطفين عند العرادة بمأرب، احنا الان مشغولين، ايش معنى الان معانا حرب غزة، معانا بالبحر الاحمر، ومعانا عدوان امريكي ومدري ايش. يتهرب، حاول يتهرب بكل الوسائل ما قدر. وبالوقت ذاته عندما كان يبرر ويتنصل عن فتح الطريق، كان الانتقالي والذباب الالكتروني السعودي الاماراتي يوسم الاخوان المسلمين او حزب الاصلاح بمأرب وتعز على اساس انهم فتحوا الطريق للتقارب مع الحوثيين، يوصمهم بالخيانة. فما الذي جرى فجأة حتى يتفقوا مع الحوثي لفتح طريق بالضالع؟ ما احنا نعرف الانتقالي ليل ونهار وهو شغال قرعة طوال الايام الماضية، بل منذ شهر منذ ان فتح العرادة الطريق شغال قرعة سب وتخوين للعرادة. حتى المغربين الاماراتيين والسعوديين يقولوا ان العرادة متخادم مع الاخوانج لانه استجاب لنداءات المواطنين وفتح طريق صنعانهم اللي الحوثي تنصل منها وانفضح امام الرأي العام. هم الان كيف ينقذوا وجه الحوثي القدر؟ كيف ينقذه ويبرروا له انه ما رضي يفتح الطرقات امام انصاره طبعا وزنابيله؟ قاموا بافتعال هذه المسرحية، احنا بنجي نفتح الطريق والكاميرات قادة جاهزة وانتم اطلقوا النار، لا تعملوا مننا قتلى، يعني اعملوا جرحى واصابة وانتم دانين ايش حدث ولا قتل واحد. زيها زي مسرحية البحر الاحمر. الحوثي قد كان يعني منتهي تماما، جاءت احداث غزة انقذته. كمان اول الهدنة قد كانوا الناس بدوا يقولوا له يلا وين الرواتب؟ اول اشهر قام التحالف عمل حرب بشبوة وقصف الجيش الوطني وقوة الامن الخاصة، دائما يخلطوا الاوراق فيشغلوا الناس عن الحوثي ويجعلوه الافضل، هو الافضل يعني افضل الموجودين، هكذا يريدوا انطباع انه الحوثي افضل الموجودين، لانه الحوثي هو جزمة للتحالف. وكذلك الانتقالي اللي اسقط القصر الجمهوري بعدا بدعم اماراتي سعودي بينما الجيش الوطني كان على ابواب صنعاء، وهذه المرة عملوا مسرحية علشان يرقعوا وجه الحوثي القدر، فقالوا بنتفق انا وانت على اساس نفتح طريق الضالع واول ما توصلوا بنطلق النار عليكم، على الاقل احفظوا وجوهكم امام انصاركم، انه المرتزقة الذي رافضين فتح الطرقات، المرتزقة الحوثي باعلامه دائما يقول ان المرتزقة قلوبهم شتى وبينهم صراعات، واليوم قادوا شيء يجمع بينهم. لا، ما أرد ما لها علاقة بالانتقالي، الإخوان ما لهم علاقة بالانتقالي بتعز مأرب، ما لهم علاقة، بل تم تخوينهم على مدار الأيام الماضية والأسابيع الماضية من دون أعلنوا فتح الطرقات من جانب واحد. تم تخوينهم من الانتقالي وإعلامه
وكذلك من كثير من أبواق آل عفاش ومن قبل المغردين السعوديين والإماراتين، ما لهم علاقة باعتراف المسيرة ومع آلاف التقارير على الأوضاع اللي تجري بين المرتزقة على قولة برعاية التحالف من صراعات واقتتال. إذن الإمارات الآن سعت لتحسين وجه الحوثي القدر. الحوثي فشل، قال احنا مشغولين بغزة ما بنفتح الطرق الآن، ليش ما جيتونا الآن تدوروا طرق؟ قالوا ها السفير الأمريكي بارك فتح الطرقات، ها ويدوروا أي عذر. العرادة هذا الذي كان الشيء وصل المحتل إلى صنعاء كيف نثق به؟ ما اقتنعوش الجمهور ولا حتى الزنابيل يتكلموا من وراء نفوسهم، ما مدارين أنهم غلطانين. فجاءت الإمارات والانتقالي عملوا الآن فكة من مكة كما هي أحداث غزة، أجت فكة من مكة على الحوثيين. الآن بيظل يتدرع ويتعذر يقنع زنابيل الحمير الذي قنعهم أنه ابن رسول الله ويقول لهم انظروا المرتزقة اطلقوا النار علينا ما يشوناش نفتح الطريق. هذا اللي حدث ببساطة. ولا ما انتم شايفين الإعلام الإماراتي والسعودي كيف نزلوا هجوم على حزب الإصلاح، قالوا للإصلاح اللي فتح الطريق من مأرب وتعز، مع أن شرعية مؤسسة دولة تخفيفا لمعاناة المواطنين، إلا أنهم أصروا أنهم الإخوان خونا وأنهم يطبعوا مع الحوثي وبدأوا يعني يترجموا الأمور على الواقع تصالح مع الحوثي، نسوا التحالف إنما أنفسهم قد ارتموا بكلهم لأحضان إيران، أما بمأرب وتعز أرادوا الله يخففوا معاناة المواطنين جراء القدارة والدايات السعودية الإماراتية والإيرانية باليمن. حياتي.